المهم في الحقيقة بداية دولة بني نبهان لم تعرف، ولكني من باب الاستنتاج رأيت أن بدايتهم منتصف القرن السابع الهجري، لأن هنالك من يقول في منتصف القرن الرابع الهجري، ومنهم من يراها في بداية القرن الخامس الهجري، ومنهم من يراها، لأن نبهان بن عثمان الذين ينتمون إليه أو الذي ينتمون إليه بداية ملكهم في عهد ابنيه كهلان بن نبهان ومعمر بن نبهان، وهما اللذان مدحهما الستالي بشعره. وكما يقول المؤرخون أن في عهد كهلان بن نبهان وعمر بن نبهان وصلت الغزوة الفارسية بقيادة محمود بن أحمد الكوشي، طبعا مكتوب الكوستي في التاريخ هو الكوشي، وفي عام 674 وصل فخر الدين ابن الداية، وكان ذلك في عهد معمر بن عمر بن نبهان. والستالي الظاهر أنه أشار إلى تلك الغزوة عندما كان يمدح معمر بن عمر بن نبهان عنده في قصيدة لك الطائر الميمون بالسعد طائر، وكوكبك السعدي بالظفر طائر، ويقول فيها: أعاجم جاءت في لفيف من العدا، جموعهم في شدة والعساكر. هذه قصيدة الستالي، والتاريخ العماني بدأ يحفظ لنا الغزوات الفارسية هذه منذ سنة 660 هجرية، والثانية سنة 674 هجرية. إذن في رأيي أن بداية ملكهم كانت منتصف القرن السادس الهجري، يعني قد يكون قبل ذلك بسنوات بعد بسنوات، لكن تقريبا، أو أن قبل ذلك بسنوات ما يمكن يكون بعد ذلك بسنوات، لأنه كانوا على يعني على شيء من القوة. طبعا إذا قدرنا أن بدايتهم كانت 650 وانتهت الفترة الأولى من حكمهم سنة 906، سنة 906 بيكون حكموا 256 سنة. أما الفترة الثانية لحكمهم فهي معروفة، بدأت سنة 964 إلى أن قامت دولة اليعاربة سنة 1034، يعني فهناك 70 سنة تضاف إلى 260 سنة، قد يعني في حدود ثلاثة قرون ونصف امتد ملكه في الفترتين الأولى والثانية.